المستمع محمد عبيد بعث أيضا بعدد من الأسئلة يقول: هل صلاة الجمعة تنعقد بأقل من 40 رجلا؟ نعم، الصحيح أنها تنعقد بثلاثة فأكثر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن اشتراط عدد معين للجمعة لم يدل عليه دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهادات من أهل العلم. نعم.